السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم في ويبينار فودكس سبيكس. اليوم عنوان الويبينار هو كيفية تحقيق أحسن أداء لخدمة العملاء أو التميز في خدمة العملاء في المطاعم أو المقاهي. ومعنا طبعا السيدة أنجي رضوان، هي عبارة عن استشاري لخدمات وشركات المطاعم و CEO لشركة Everything Restaurants. صحيح تعريف إليك صح أنجي؟ صح، restaurant consultant، شركتي اسمها Everything Restaurants. مزبوط، تمام مزبوط. وطبعا أنجي عندها خبرة أكثر من 20 سنة في خدمات القطاع المطاعم والاستشارية في خدمات قطاع المطاعم، وعندها طبعا كم هائل من المعلومات اللي إن شاء الله اليوم حتفيدنا فيه بجلسة الحوار الموجودة. بحب أخبر الجميع أنه بإمكانكم المشاركة، فهي جلسة تفاعلية، بإمكانكم المشاركة في الحوار والنقاش. كل ما عليكم تفعلوه هو يا أما تكتبوا كومنت عند بالكومنت سكشن اللي موجود على الويبينار، ممكن تسألوا سؤال أو تعطوا تعليق أو شيء، أو إذا حابين ممكن ترفعوا يدكم للمشاركة بشيء، ونحن من عنا إن شاء الله لما يحين الوقت بنعملكم يعني بنعطي المجال لكم إنه تشاركوا، وإذا في تعليق أو أي استفسار أو سؤال حابين تسألوه أو تعلقوا فيه أهلا وسهلا فيكم. وبس، وهو عبارة اليوم الويبينار حيكون تقريبا 45 دقيقة لساعة حسب التفاعل وحسب كيف إن شاء الله تمشي الأمور. وبس، وإن شاء الله هلأ بنبلش وبنبدأ. أول شيء نحن سألنا سؤال، مين منكم عنده أصحاب المطاعم؟ تقريبا 43% منكم قال نعم أنتوا أصحاب مطاعم، و 63% النسبة عم بتزيد وعم تقل، هلأ 38% صاروا لأنه في ناس عم يشاركوا، 38% هم أصحاب مطاعم which is great. يعني let's say نحن تقريبا 40% من المشاركين لهلأ من أصحاب مطاعم، وهذا الويبينار خصوصا لكم. وطبعا في ناس ممكن يكون عندهم عم يحاولوا يكونوا خبرة ليكونوا أصحاب مطاعم، أو يكون عندهم يزودوا معلوماتهم بالموضوع، أو يمكن ناويين عندهم نية إن شاء الله إنه يصير عندهم مشروع بالمستقبل القريب أو البعيد، فكمان هي ممكن تفيدهم الجلسة إن شاء الله. أوكي، هلا بنبلش. أهلا فيك أختي أنجي، يعطيك العافية. Thank you so much for joining us في الويبينار. Thank you for having me. Thank you. فهلا نحن بنبدأ. السؤال الأول اللي حابين نسألك إياه is إنه كيف ممكن للمطعم ضمان توفير خدمة عملاء ذا جودة عالية حتى في ساعات الذروة؟ طيب خلينا نتفق انه الجست او الزبون اللي داخل المطعم ده هو مش جاي ياكل ويمشي، هو جاي فور ا هول اكسبيرينس. فالاكسبيرينس دي داخل فيها الاكل، داخل فيها المحل، داخل فيها الستاف، داخل فيها المود العام، كل ده بيكون انطباعه عن المطعم. فعشان اوصله ان هو ياخد اكسبيرينس قويه زي دي، لازم ابقى انا عامله الهوم ورك بتاعي، عامله الشغل بتاعي كله من ناحيه التريننج. الامبلويز عليهم طبعا بيبقى عليهم العبء الاساسي ان هم الفرونت فيسنج، يعني هم دول اللي في الملعب. فلو انا مش مأهلاهم اديهم تريننج مظبوط، مش مديهم مساحتهم في الكوميونيكيشن مع الاداره، مش مفهماهم المنيو تفاصيله، بالذات لو في الحاجات مثلا اللي هي في الكاجوال دايننج او فاين دايننج اللي هي المنيوز بتبقى فيري فيري ديتيلد، لازم ابقى عارف انا ببيع ايه عشان اعرف ابيعه للكاستمر. فعشان اوصل ان انا اوصل كاستمر اكسبيرينس عاليه، لازم ابقى انا كويتر او ككابتن عارف كل حاجة. أنا عارف كل حاجة بتحصل في المطعم، وأز وي جو أب في البوزيشنز بقى، المدير طبعاً بيبقى عليه السوبرفيجن بتاعة المحل ده كله، بتاع المنظومة دي كلها. فلو من تحت لغاية فوق كل ده واخد التريننج المظبوط بتاعه، عارف الستيشنز بتاعته، عارف السبيس بتاعه والأثوريتي بتاعته أو إيه اللي يقدر يتحكم فيه، كل ده هيوصل بالتبعية للعميل، هيوصل له إنه ده مطعم ناس فاهمة، ناس واخدة تريننج، ناس مرتاحة وهي بتشتغل، لأنه نفسية الستاف كمان من الحاجات اللي بتنعكس على الكاستمر سيرفيس. يعني لو الشخص مش مبسوط أو نفسيا مرتاح، حتى مش عايز نقول مبسوط، بس لو هو مش مرتاح مش هيديني، مش هيبقى فيه productivity يعني، خلينا نقول. فعشان أوصل الاكسبيرينس دي، لازم يبقى كل الفاكتورز اللي شغالة في المطعم كلها in sync كده، يعني متناغمة مع بعض، إنها بتأدي أحسن ما عندها، اللي ده هيوصل للجست. طيب ممتاز، وانت يعني حكيتي شيء مهم، موضوع التدريب. يعني طبعا التدريب هو الاساس. انت اي واحد اذا عنده
مثلا تصور معين كيف لازم يدير مطعمه، او تصور معين كيف الزباين المطعم لازم يكون التعامل المطعم معاهم، وكيف صورة المطعم لازم تكون بذهن الزباين، لازم يدرب الموظفين عنده ليصير في تطابق بين التصور طبعا اللي بذهنه كيف بده يصير مطعمه لا كيف هن حيعاملوا الزباين. فشو هي العناصر الرئيسية برأيك للتدريب، او بخبرتك طبعا كمان، العناصر الرئيسية لتدريب طاقم المطعم على تقديم خدمة عملاء استثنائية؟ يعني خلينا نقول انه في كلمه مهمه قوي اللي اسمها اونرشيب. اونرشيب ان هو الملكيه. لو انا رايح الشغل وحاسس ان المحل ده بتاعي انا شخصيا، انا كويتر او كمدير او كشيف او ايا كان الحد اللي بيشتغل في المطعم، في احساس الاونرشيب، انا رايح المكان بتاعي فانا هديله اكتر حاجه عندي عشان يوصل للجست يعني. فانا بقى كصاحب مطعم عشان ادرب الناس مظبوط لازم اديهم احساس ان هم اصحاب المكان، انا قاعد في البيت بس هم اللي في الملعب، فهم المكان ده مكانهم هم، فهيتعاملوا بعاملهم انا كمدير او كاونر ان المحل ده بتاعكم. فلازم اعرفهم كل حاجه زي ما قلنا، لازم يبقى عارف كل حاجه، مش مجرد الستيشن بتاعته وانا بشتغل هنا بنزل الاوردر وشكرا وامشي، لا انا عارف ايه اللي بيحصل في المطبخ، عارف ايه الشورتج، عارف ايه الحاجات اللي محتاجين نبيعها، عارف كل حاجة بتحصل، وعارف الجست. يعني لازم برضو في التريننج، من الحاجات المهمة اللي بنعملها في التريننج انه الناس مع الوقت بتتعرف على الجست. خلاص انا عارف فلان بيجي قهوته كذا، بيشرب، بياخد الباستا عليها اكسترا تشيز، مش عارف ايه، حتى الكافيهات اللي فيها شيشة عارف الشيشة بتاعته نوعها ايه، بتنزل له اول ما بينزل. فكل ده لازم ابقى مدية للستاف وقت كافي قوي تريننج انه يفهم المنيو، يفهم البراند بتاعنا ايه. احنا مش مجرد حيطان، احنا براند. معظم الناس بتتعامل على انه بيبيعوا براند مش بيبيعوا لوكيشن او شويه كراسي محطوطين. من الحاجات التانية اللي لازم ياخدوا تريننج عليها كمان هي مثلا البيرسونال ابييرنس. انت شكلك اول حاجه الجست بيشوفها هو داخل، فالبيرسونال ابييرنس، الهايجين، اليونيفورم. حتى في ساعات للاسف بنروح مثلا، ممكن نروح مطعم نلاقي انه لبس مبهدل شويه، اليونيفورم تلاقي حد لابس حاجه والتاني لابس حاجه تانية، واحد لابس جينز وهم بقيه الناس لابسين مثلا بنطلونات سوداء او وات ايفر، فما فيش كونسيستنسي. فده بيرجع انه ما فيش سوبرفيجن. فهو لازم يبقى واخد تريننج من الاول ان انت شكلك لازم يبقى في الكرايتيريا بتاعت اللي بترفلكت للبراند. حاجة كمان بتبقى من التريننج، الحاجات المهمة handling complaints، طبعا دي ما فيش أكتر منها في المطاعم يعني. فلازم يبقى عنده سيناريوز في التريننج، لما يحصل إيه السيكونس بتاع الـ handling complaint هيبقى عامل إزاي. فكل الحاجات دي لو أنا ويتر او شيف، او يعني خلينا نتكلم على الفرنت فيسنج، يعني لو الويترز والكابتنز والمديرين والناس دي كلها واخدين التريننج الكافي وعارفين كل الحاجات المنظومة دي شغالة بيها، خلاص هيبقى مرتاح وهيقدر يوصل للجست أحسن ما عنده. تمام، شكرا. وطبعا في كمان التريننج يعني اعتقد للحالات الطارئة لا سمح الله، يعني إذا صار في حالة طارئة أكيد بالمطعم من ناحية لا سمح الله ضيف من الضيوف صار معه أكيد بالظبط أزمة حصل أو له شيء، حاجة. أو لا سمح الله حريق أو أي من هالكلام، كمان في طبعا تدريبات لهدول الأمور، أكيد ومهمة كتير. ما بيعرف الواحد شو ممكن يصير معه، وخصوصا لما يكون بالظبط عنده كم ناس، عدد كبير من الناس عم يجوا على المطعم، ممكن أي شيء يصير بأي لحظة. وإذا كان الستاف مش مدربين أبدا لهيك طوارئ، حالات طارئة، ممكن يصير يعني وطبعا لازم يبقى في تريننج على التعامل مع الستات، مع كبار السن، مع الاطفال. برضو دي من الحاجات المهمه جدا ان الناس لازم تبقى مؤهله الستاف ازاي يتعامل مع الناس دي يعني. صحيح. طيب كيف هلا يعني التريننج موجود، والتريننج انت برايك عاده بيصير يعني هل صاحب المطعم هو نفسه او هي نفسها ممكن يصير يتكلموا على الستاف دايركتلي، ولا في تريننج بروجرامز ممكن اكاديميز او انستتيوشنز او بروجرامز ممكن يعملوا لهم انرولمنت فيها؟ شو رايك احسن طريقه للتريننج؟ شو الميديوم للتريننج واحسن طريقه للتواصل مع الموظفين مشان يعطوا التريننج، ومشان نقول لهم الرؤية، هي الفيجن اللي كنت عم بحكي فيها أنا قبل ما سألت السؤال من شوي؟ بص، هو مفيش حاجة واحدة أحسن من التانية، بس هي الفكرة إنه أيا كان شكل التريننج، الكونتنت بتاع التريننج هو ده المهم. سواء أنا صاحب المطعم، لو أنا مثلا مطعم جديد ولسه صغير ما عنديش تريننج ديبارتمنت، أو مثلا I cannot afford outsourcing a training facility، يعني أنا التريننج اللي أنا هديه لهم لازم يكون
معمول له ريسيرش طبعا، معمول له اذاكر شويه ايه الحاجات التريننج، وفي طبعا ماتيريال كتير جدا حتى موجود اونلاين يعني للشركات الصغيره اللي ممكن تستعمله. المهم ان انا بدي ايه نوع التريننج، الكونتنت، التوبكس اللي لازم الستاف ياخدوها. فلو انا مثلا مطعم صغير هقدر ان انا اطلع شويه حاجات او هستعين مثلا بخبرات ناس اصحابي عندهم مطاعم وعدوا بالموضوع ده، فهنسال وان احنا مش عيب قوي، عيب ابدا ان انا مثلا اسال زميل ليا او اسال حد على نوع التريننج او كيفيه ان انا اوصل التريننج. لو يعني لو طلعنا مستوى اعلى شويه مثلا مطاعم البراندز الكبيره شويه اللي عندها تريننج ديبارتمنت، اهم حاجه ان هو انفست في الترينرز بتوعه، يعني لازم يبقى الناس اللي بتدي تريننج اصلا يا اما سيرتيفايد او واخدين تريننج كفايه، عندهم النوليدج بتاع هاو تو ترين اصلا. يعني انا في حاجات كتير قوي في التريننج، في التريننج مانيوالز مثلا للمطاعم لازم يبقى انا كترينر اوريدي مذاكرها وعارفها وخدت تريننج انا شخصيا عليها قبل كده عشان اعرف اوصلها للستاف بتوعي. وكل ما بنعلى بقى طبعا في ان الشركه اكبر عندها فروع كتير عندها ميزانيه، ممكن ساعتها ان انا استعين بالتريننج ديبارتمنتس، بالتريننج قصدي كومبانيز يعني يقدموا هول تريننج مانيوال، سواء بقى على الكاستمر سيرفيس، على المانيو نوليدج بتاعهم، على الهاسب طبعا لو في ناس بتاخد السيرتيفيكتس بتاعت الهاسب وبتعمل التريننج عشان الايزو 22000. كل الحاجات دي بترجع ان لازم يبقى يكون في بادجت شويه، بس الماتيريال موجود والترينرز موجودين على الانديفيديوال ليفل او على مستوى شركات، كل ده موجود. واهم حاجه نصيحه يعني للناس اصحاب المطاعم الموجودين انه ما نسترخصش او ان احنا ما ناجلش، خلينا نقول ما ناجلش التريننج، لان هو ده الريفلكشن بتاع المطعم بتاعك. يعني ده لو الستاف بتوعك مش واخدين تريننج ممكن نقول ان هو بيطفش الناس، يعني ممكن المنيو بتاعك يبقى يكون هايل، لوكيشن هايل، عندك صارف على الديكور والكلام ده كله، بس يجي الستاف لانه مش واخدين تريننج كفايه يبوظوا لك كل اللي انت عملته. تمام. وبسياق الحديث هذا يعني سوينا التريننج وحكيتي وتفضلتي انه كيف التعامل مع شكاوي العملاء وكيف التعامل مع ملاحظاتهم والى اخره. شو احسن استراتيجيات للتعامل مع شكاوي العملاء وحلها بشكل فعال، يعني ما يكون بس سمعنا اوكي ثانك يو ان شاء الله المره الجايه بيكون كل شيء تمام وبعدين ما يعني بس ما في تنفيذ ابدا، يعني طلعت دخلت باذن طلعت باذن ثاني. فشو احسن استراتيجيات للتعامل مع هيك مواقف؟ وطبعا ده برضو بيرجع تاني للتريننج انه ازاي نهندل الكومبلينز. لو كومبلين حصل دلوقتي حالا وانا في المطعم، اهم حاجه ان انا مثلا لو الطبق ده كان فيه مشكله والجست متضايق منه، اول حاجه لازم اشيل الحاجه اللي مضايقاه دي، لازم اشيلها من قدام، يعني اخفيها خالص ان الطبق ده يتشال. لانه ساعات بنقعد للاسف برضو بنلاقي انه مثلا ممكن الويتر يقول له لا هي كده ده هي كويسه، يعني بيحاول يبرر وخلاص الكلاينت متضايق منها جدا، فلازم اسحبها شخصيا، اسحب الطبق ده من قدامه، ابتدي اهدي الكاستمر. دي اهم حاجه ان انا كده افهمه انه I understand you, I hear you، ومتاسف جدا انه الاكسبيرينس بتاعتك مش مظبوطه دلوقتي، مش في احسن حاله. وبعد كده ابتدي اشوف ايه المشكله دي، ابتدي انا اعالجها internally بقى مع الشيف، مع ايا كان الديبارتمنت المختصه بحاجه زي كده، وان انا I have to compensate بقى، لازم ان انا اعوضه عن المشكله دي، هل بطبق تاني مثلا لو هو عايز يبدله حاجة تانية، وطبعا بيتشال من الشاك وبعد كده عشان برضو أراضيه وهتأكد انه هدي بعد شوية بنزل بطمن عليه، ولازم يبقى في حاجة complimentary طبعا، سواء حاجة هاخدها ساعتها او a gift voucher لحاجة بعد كده، واخد الكونتاكت بتاعه. دي اهم حاجة ان انا بعد يوم مثلا الو احنا مطعم كذا، احنا اسفين ان حصل الاكسبيرينس المشطريفة دي معاك، و بنحب نتاكد بس ان حضرتك ان الدنيا تمام ونتمنى نشوفك تاني. في ناس they go the extra mile انه they invite them back، يعني احنا we're inviting you مثلا انت واثنين تانيين to come ان شاء الله يبقى الاكسبيرينس احسن وكده. ده لو في الداون ان، اللي بتبقى اصعب طبعا بتبقى في الدليفري، يعني طبعا انه لازم هتعوضه برده بساعتها بقى، ممكن دلوقتي هيبقى في دليفري مثلا حاجه اونلاين كوبون او ديسكاونت او وات ايفر، او تبعت له حاجات بقى كومبلمنتري من المطعم تروح له على البيت. فكل الحاجات اللي هي الهاندلنج، اهم حاجه ان انا اقول للكلاينت انت على حق، انا هعمل لك اللي انت عايزه، ماي هول جول راحتك وان انت تاخد ذا بيست اكسبيرينس عندي، سواء دلوقتي حالا او ان ذا فيوتشر.
تمام. كان عندي سؤال كان موجود لبعدين بس حاساله هلا، لانه حضرتك ذكرت شيء على موضوع الدليفري. وطبعا مع ارتفاع خدمات التوصيل وارتفاع الاعتماد على خدمات التوصيل بتحقيق ارباح زائده ومردود زائد بالنسبه للبزنس، بصير اصعب على المطعم انه يكون عنده يونيفورم كونسيستنت او يعني كواليتي الخدمه تبعه تكون متساويه بكل النقاط اللي هو عم يتفاعل مطعمه مع الاند كاستمر او الزبون اللي عنده. فكيف ممكن مع ارتفاع خدمات التوصيل كيف ممكن لمطاعم ضمان تقييم خدمة عملاء ممتازة تتجاوز موقعها المحلي المادي اللي هو المطعم نفسه، لأنه عم توصل الخدمة لأي مكان بأي مكان، لأي واحد، لأي شخص بأي مكان؟ هي دي اصعب حاجه بصراحه، يعني دي بتبقى دايما مشاكل مع مطاعم كتير، الدليفري واللي بيحصل في الدليفري. يعني لو انا هتكلم حتى على السوق المصري، يعني في لخبطه كتير، السوبرفيجن عليهم زي ما انت بتقول كده انه هم فليت كامل، يعني بالذات مع المطاعم التشينز الكبير عنده بشر بيشتغلوا، سواء هو مع اجريجيتور او الستاف بتوعه هو شخصيا، او مع حاجات زي الابلكيشنز المختلفه بتاعت التوصيل، فكل ده الكنترول عليه صعب جدا. ف بس اهم حاجه انه دايما نسمع الفيدباك من الكاستمر بقى اللي راح له الاوردر، لازم يبقى فيه فيدباك، سواء يعني لسه في مطاعم لغايه دلوقتي بتتكلم في التليفون، الاوردر وصل تمام، في مشاكل بيأكدوا على الحاجات دي. مع التكنولوجي اللي احنا فيها طبعا في حاجات ممكن انه التقييم بتاع الدليفري اكسبيرينس بتاعك، انه لازم المطاعم تتاكد انه الاكسبيرينس دي وصلت باحسن صوره، فعشان اعرف لازم ابعت في نوتيفيكيشن معينه، في فولو اب من الابلكيشن اللي هو تقييم الاكسبيرينس بتاعتك، بتبقى موجوده في معظم الابلكيشنز يعني. والدليفري اللي مش اللي عن طريق التليفون لازم يراجع طول الوقت، ولازم هم كمان حتى التريننج، حتى الستاف بتوع الدليفري لازم ياخدوا تريننج. يعني دي برضو ممكن الناس تكون بتتجاهلها شويه، انه يقول لك ده خلاص هو هيوصل الاوردر ويرجع. خلال الرحله دي ساعات كتير بيحصل حاجات، مشاكل كتير، بيتاخر، بيروح يوصل حاجه تانية، وللاسف ساعات بيبقوا بيشتغلوا مع اكتر من مطعم في نفس الوقت، فيجي له اوردر هنا. يعني المشاكل اللي بتحصل او الحاجات اللي خارجه عن ارادته، مثلا لا قدر الله حد حصل له حادثه او اتخبط او وات ايفر، فطبعا ده بيعطل الاوردر. فعشان انا كصاحب بزنس اتابع كل ده، لازم تريننج على طول، لازم متابعه، لازم اكلم الكاستمر، ولازم اعمل ميستري شوبينج كده، ان احنا نعمل شويه هيدن يعني ريسيرش كده بتاعنا احنا، انه نعمل نشوف الدليفري ستاف بيوصلوا الحاجه عاملين ازاي، الابيرنس بتاعهم ده برضو حاجه من الحاجات اللي بتفرق جدا مع الناس، انه افتح الباب الاقي حد شكله بريزنتبل بيريبريزنت البراند، لانه الدليفري ده هو بدل الويتر في المطعم. فلو الدليفري ده جاي مبهدل او لابس يونيفورم مش بتاع المطعم اللي انا طالباه، طبعا دي حصلت للاسف كتير، يعني تلاقي حد داخل لك بمطعم تاني مثلا، فده بيدي لك امبريشن عن البراند بقى اللي انت طالب منه. فزي ما بنقول بالمصري كده بيقفلك من البراند، يعني انه ما بيديلكش الاكسبيرينس المظبوطه. فكل الحاجات دي من متابعه من المانجمنت، سواء بقى في حد مسؤول عن الدليفري بس، او الاونر بتاع المطعم، او ايا كان الديبارتمنت في الشركه، لازم المتابعات، لانه للاسف من الحاجات الصعبه بس الكنترول عليها شويه. تمام. وكيف يعني طبعا الكنترول صعب، خصوصا اذا كان الواحد عنده موظفين ونفسه هم اللي عم يساووا الدليفري، بس انت اذا عم تتعاملي مع اجريجيترز اصعب. اصعب بكثير طبعا. انت كريستورانت يو كانوت ترين ذا دليفري بيبل تبعون الاجريجيترز، وكل اللي فيك تساويه انه تحطي شروطك او تحكي مع المانجمنت تبع الاجريجيتر انه يكون عندهم نسبه معينه او يعني فاليو معينه للكواليتي تبع الدليفري، بس ما فيك تضمنيها يعني. للاسف. تمام. طيب شو على فكره انا عملت بول، عم بعمل بولز ونحن شغالين، فالبول الثاني اللي سويته هو كم موظف لديكم؟ فتقريبا شخص جاوب انه من 5 إلى 10، شخصين من 10 ل 20، وشخصين تانيين أكثر من 20، ما بعرف أكثر من 20، ممكن يكونوا 100، ممكن يكونوا 21. فهل في يعني سؤال inspired مثل ما بيقولوا من هالبول، يعني هل في بيختلف طريقة التعامل؟ إذا كان أجوبتك أنت، إذا جاوبتي هلأ الأجوبة بنفسها لشخص عنده من 5 ل 10 موظفين، أو شخص عنده 50 أو 100 موظف،
is the approach the same؟ هل نحن بنتعامل مع مواضيع هاي بشكل مماثل ولا في طريقة معينة للتعامل حسب عدد الموظفين اللي موجودين؟ هو طبعا كل ما عدد الستاف بيزيد كل ما وقت التريننج هيزيد، يعني انا محتاجه ان انا اتابع على 10 غير لما اتابع مثلا على 30 40، فهحتاج مثلا الترينرز، ممكن احتاج ترينرز اكتر هنا عن هنا، ممكن احتاج انه مثلا لو ده كاجوال دايننج، لو عنده موظفين كتير عاده ده هيبقى مثلا حاجه كاجوال دايننج وعنده ستيشنز كتير وعنده ترابيزات كتير، فهيبقى محتاج تريننج يمكن دقيق شويه عن بتاع اللي هو مثلا حد فاست فود فعنده ديليفري اونلي. فعلى حسب الموديل بتاع المطعم التريننج طبعا بيختلف شويه من هنا لهنا، يعني ممكن يبقى فيه ياخد وقت اطول، عدد الناس او الكونتنت يختلف من هنا لهنا شويه. ده حقيقي. تمام. شو هلا حنعمل بيفت شوي، حنغير، شو دور التكنولوجيا في تعزيز خدمه عملاء في المطاعم؟ طيب التكنولوجي يعني بقت من الحاجات الاساسيه خلاص، يعني ما بقتش حاجه لازم، يعني ممكن حاجه ااجلها خلاص، احنا 2023 كل حاجه على الابلكيشنز وكل حاجه بالديجيتال وحياتنا كلها ديجيتال يعني. فالتكنولوجي عشان تساعدني اوصل الاكسبيرينس دي للكاستمر انا محتاج ان انا اطلع كل الريبورتس اللي انا اقدر عليها من مثلا سيستم زي بتاع فودكس مثلا، عندي اناليسز وعندي ريبورتس وعندي حاجات كتير قوي انا كصاحب مطعم هحتاجها وهتفيدني كتير قوي اعرف مين الكاستمر بتاعي، اعرف الديموغرافيكس بتوعه، اعرف الكاركترستكس، اعرف الهابتس بتاعتهم عامله ازاي من فرع للتاني في منطقه للتانيه، كل الحاجات دي ايا كان السيستم اللي انا شغال عليه المفروض يطلع لي ريبورتس كتير قوي تساعدني افهم الكلاينت بتاعي عشان اعرف اتعامل معاه ازاي، وهتديني ريبورتس عن الموظفين بتوع المطعم اللي بيبقى فيه ايفالويشن، في حاجات بتطلع لي السيلز بتاعت كل واحد منهم، الكومبلينز اللي جت على فلان الشهر ده كتير فلازم اقعد معاه عشان احسن منه، عشان لو هو هيبوظ لي المنظومه بتاعتي للاسف لازم امشيه، او ان انا يجي منه يعني فهديله تريننج تاني محتاج تريننج اكتر، فبتديني معلومات كتير قوي هقدر استعملها في حاجات كتير قوي. التكنولوجي كمان انه مثلا لو بنقول على الدليفري ابلكيشنز او كده انه الاونلاين اوردرنج الاكسبيرينس دي عامله ازاي، ما هي دي اللي هتوصلني للكلاينت، هو ده الاونلاين ماركتنج اللي هعمله عشان اوصل لعدد كاستمرز اكتر بكتير عشان اعرف ازود مبيعاتي. من الحاجات التانية كمان ان هي ان انا احاول اخلي في individual experience كده، انه مثلا لما حد بيبعت لي على الابلكيشن انا هطلب مثلا هيطلب اوردر فانا بعرفه باسمه خالد اوردر بتاعك، هل تحب ان انت تطلب اوردر زي اللي فات؟ ابتدينا نشوف حاجات كده في الابلكيشنز انه خلاص انا عارفه ان الناس بقت عارفه انجي تطلب ايه من المطعم الفلاني، خلاص مش محتاجه ان انا اقرر. فكل الحاجات دي بتوصل لي انا ككاستمر بتديني ساتسفاكشن كده وبتحسسني انه المطعم ده مهتم بيا انا شخصيا انا انديفيديولي يعني. ولما يتكرر ده مع اكتر من كاستمر والناس بتتكلم مع بعض كتير هيبقى انه المطعم الفلاني ده عارفني بالاسم والناس كلها بتتكلم عليه انه بيرتاحوا ليه، يعني برضو احنا بنتكلم في حاجه اكل فلازم ابقى انا مرتاحه للمطعم اللي انا بطلب منه. فالتكنولوجي يعني اندلس، يعني لسه الموضوع كمان بيزيد طبعا داي باي داي، يعني انه حاجات كتير بتادفانس فيها بتسهل عمليه الاوبريشن وبتسهل الكاستمر اكسبيرينس طبعا للكاستمرز يعني. تمام. وطبعا احد فوائد التكنولوجيا انه كمان هلا بنقدر نعرف نحن الفيدباك تبع العملاء دايركتلي من خلال التقييمات اللي بيعطونا اياهم ان كانت على جوجل او غيره. بسياق هالموضوع هذا شو هي يعني كيف ممكن للمطاعم قياس رضا العملاء؟ طبعا يعني التقييمات على جوجل وخلافه is one of them، بس شو عندنا اساليب ثانيه نحن لنعرف كيف نعمل القياس لرضا العملاء ونقدر نستخدم هاي الملاحظات لتحسين الخدمه تبعنا واعطاء التدريب، يعني مشان ما يصير التدريب بس هيك ابستراكت مثل ما بيقولوا، يعني ما بس هيك بدون يكون يجاوب التدريب على الملاحظات اللي فعلا العملاء عم يعطونا اياهم حسب خدمه المطعم وموقف المطعم. هو لازم طبعا فولو اب من المانجمنت، يعني لازم مثلا لو احنا بنتكلم جوه المطعم فمن بعد ما الكابتن او الويتر بينزل الاوردر وكده لازم يبقى فيه مدير قاعد بيتابع كل الترابيزات بيشوف ايه اللي بيحصل فيها، بينزل زي ما بنشوف طبعا هو بينزل يتاكد ان الترابيزه كل حاجه تمام،
في حاجه ناقصه، في مشكله، في اي كومنت او كده، تمام، يتاكد. لانه مثلا في ساعات كتير قوي، حتى انا بعرف المدير الشاطر من اللي مش شاطر قوي، يعني انه لما تروح مطعم وتلاقي المدير قاعد فاتح اللابتوب وقاعد كده بيشتغل، غير لما تلاقيه حد كده قاعد بيشتغل في المطعم، رايح راجع وبيتاكد وينزل على الترابيزه دي والترابيزه دي. ده بتحس ان ده حد، المكان ده بتاعه هو، هو مش موظف، لا ده المكان بتاعي، فانا لازم اتاكد انه كل حاجه تمام. حتى الويتر والكابتن والسوبرفايزر او ايا كان الرانكينج بقى بعد كده، لازم يتاكد ان كل اللي تحتيه شغال مظبوط، لان هو في الاخر هيرفلكت عليه هو. فلازم السوبرفيجن والمتابعه جوه المطعم دي اهم حاجه. لما يكون اونلاين او يعني ديليفري اوردر، لازم المكالمه، الدنيا تمام، مشيت تمام، مفيش مشكله، الابلكيشنز طبعا كلها بتدينا التقييمات، كل بقى الفيدباك ده سواء مانيوال او سواء فيس تو فيس مع الكاستمر، كل الحاجات دي لازم تتنقل للاداره، يعني لازم استعملها بحاجه. انا الترابيزه دي كانت مبسوطه، الترابيزه دي ما كانتش مبسوطه، في كومبلين جا كذا كومبلين من نفس مثلا ايتم معين، فلا لازم ابتدي اتكلم مع المطبخ، انه مش ايزوليشن يعني، هما الاثنين شغالين مع بعض، فلازم ابتدي اوصل للمطبخ في مشكله في الايتم الفلاني اللي طلب النهارده رجع مثلا مرتين. فلازم يبقى كل الستيشنز او كل الاليمنتس بتاعت المطعم شغاله مع بعض، بتدي فيدباك لبعض عشان تاني نوصل الاكسبيرينس مضبوطه للكاستمر. تمام. طيب حسألك سؤال هلا نحن ما حضرنا له حلو. بس ما شاء الله ام شور انه خبرتك حتى حتقدر تجاوب، حسب خبرتك حتقدر تجاوب عليه. هلا انا عفوا هي برمضان بتحصل. طبعا. طبعا انا مثلا عندي مطعم ولاحظت انه في عندي شكاوي كثير، وخدمه العملاء عندي مش من المستوى اللي مطلوب والى اخره، والموظفين اللي عندي حاسهم بدرجات متفاوته من العلم والاكسبيرينس والمقدره والى اخره، وبدي اعمل ريفام كامل لخدمه العملاء عندي بالمطعم، بدي احط خطه واعمل ريفام او اعمل اعاده صياغه كامله شامله لا كيف انا عم بتعامل مع عملائي. شو هي الستبس ذات اي نيد تو لوك ات؟ يعني ممكن حكينا بالتدريب اول شيء، هل التدريب اول شيء؟ حكينا على انه نشوف نسمع شو الناس عم يحكوا، نبدا بهي، حكينا على يعني في عده شغلات، شو هي اربعه خمسه سته ما بعرف الامور اللي لازم نطلع فيها بالترتيب اذا انا بدي اعمل هالريفامب الكامل لمستوى خدمه العملاء عندي؟ طيب لو هنعمل ريفامب تماما، يعني we are going to invest time and money في حاجه زي كده، لازم نستعين بالمتخصصين، يعني ادي العيش تخبازه، يعني انه لو انتوا كنتوا يعني كصاحب مطعم كنت قادر تعمل الموضوع ده من الاول، كنت خلاص ما كنتش هتحتاج ان انت توصل للمرحله دي. طالما وصلت لها يبقى الواحد زي ما يكون عيان بيروح للدكتور، لازم يروح للمتخصص يعني. فلما تروح للمتخصصين دول زي ما نقول كده عين جايه من بره، فشايفه من فوق خالص كده، غير اللي انتوا شايفينه وانتوا جوه الاحداث. فالشركات اللي بتعمل الاسسمنت تيجي تشوف الديفرنت ديبارتمنتس، بتعدي على المطبخ، بتعدي على الستاف، بتعدي على الاداره، بتعدي على الباك اند، كل الديبارتمنتس، وتبتدي تشوف ايه المشاكل فين، تبتدي تعمل كده اسسمنت، ايه البوزيتيفز والنيجاتيفز، وايه الحاجات اللي محتاجه تغيير، ايه الحاجات الكروشال لازم تتعمل دلوقتي، هي دي اللي هتحل المشكله، وتباعا الحاجات الاقل، يعني نعمل الحاجات الاهم فالمهم. فلما بتيجي الشركات دي بتعمل الاسسمنت، وبتدي نعمل الاكشن بلان بقى، احنا عرفنا الاخطاء اللي عندنا او عرفنا المشاكل اللي عندنا، هنبتدي نشتغل عليها حته حته. الستاف محتاجين تريننج، فهنبتدي تريننج للستاف. المنيو محتاج شويه تعديلات، او محتاج شويه مثلا ساعات المنيو بيبقى حلو جدا بس البرزنتيشن بتاعته هي دي اللي مبوظه الايمج بتاعته، ظالمه المنيو يعني. فنبتدي نشتغل مثلا مع الكونسلتنت شيف انه نعمل برزنتيشن جديده. اليونيفورم بتاعنا محتاج يتغير، محتاج ان احنا نعمل فيه حاجه جديده. فبنعمل اكشن بلان ونبتدي نشتغل عليها، بيبقى جزء كبير قوي منها محتاج انه ترينر يجي من بره، طالما ما فيش تريننج ديبارتمنت طبعا بتفرق من مطعم للتاني يعني. ولو في تريننج ديبارتمنت هي كمان بتاخد نوع من الريفرشمنت يعني شويه كده للتريننج اللي بتعمله. ونبتدي ناخد مثلا نقول احنا اول 3 شهور الجايين مثلا هنشوف الايفكت بتاع الشغل اللي احنا اشتغلناه. فاهم حاجه انه التخصص وان حد يجي من بره يشوف ايه المشاكل دي،
بتهيألي هتبقى أسرع كمان في الإيفكت بتاعها، لأن في حاجات بعد ما أنا هخلص يعني بعد مثلا كترينر أو كونسلتنسي هتيجي تعمل الشغل ده، إحنا مش بنخلص وبنمشي خلاص بننتهي العلاقة، لا إحنا لازم نعمل أودت كل مثلا شهرين ثلاثة نتأكد بقى إن اللي إحنا عملناه ده كله والأكشن بلان والتريننج اتفعل، ما إحنا مجرد كتب وحاجات كده بتتحط وورق ومانيوالز والكلام ده كله، لو ما اتفعلش يبقى زي قلته، يبقى فلوس في الأرض ووقت في الأرض والكلام ده. فلازم أهم حاجة إنه بنكمل مع كلاينت الشغل كله لغاية ما خلاص يبقى الدنيا ماشية سموث، وبعد كده بيبقى مثلا لو حاجة محتاج تريننج تاني، محتاج أبديت، محتاج حاجة، ساعتها نبتدي نعملها على الحتة الصغيرة دي يعني. تمام. وطبعا حضرتك هو هذا الشيء اللي بتساوي. يعني اه اذا بالظبط، في ده حاجة حد من من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعملها بالظبط تمام، تقريبا. اذا في حد من الحضور اللي معنا هون عنده مشاكل في مطعمه ومشاكل في خدمة العملاء، انا بليز سويت بول هلا طلعته، انه شو احساسك انت لمستوى خدمة العملاء عندك في المطعم، ويا ريت لو بيخبرونا الناس اللي عندهم مطاعم موجودين، اهلا وسهلا فيكم يعني، حاب اذا حابين تشاركونا وتخبرونا عن يا ريت. خبرتكم انتم. في ناس يعني شخصين من اللي جاوبوا قالوا خدمة المطعم عندهم ممتاز. فمن ضمن الكلام اللي سمعتوه هلا اليوم بالويبينار اللي موجود هلا معكم، ومن ضمن خبرتكم انتم، يعني شو هي التيبس او النصائح اللي ممكن تشاركونا فيها؟ شو هي الشغلات اللي بتخليكم انتم تفكروا او تشوفوا مطعمكم انه عندكم خدمه العملاء ممتازه هيك بتقيموها؟ يعني لانه احيانا يا ممكن ريت يكون يعلمونا، مفكر يعني احنا نتعلم اكزاكتلي منهم، لو ممتازة ده احنا يا ريت نعرف منهم عملوا ايه. تمام 100%. واحيانا كمان بيصير الواحد انه فعلا بيكون ممتاز سبحان الله، واحيانا بيكون واحد بفكر انه ممتاز بس الحقيقه مش هيك يعني، وما بيعرف الواحد لحد ما يصير عنده تقييم لهالكلام ليشوف الريفيوز اللي عنده الى اخره. طبعا ما عم بظلم حدا موجود معنا هون، البركه بالجميع يعني، بس الواحد ما بيعرف احيانا شو بيصير. وثلاث اشخاص قالوا انه الخدمه، طبعا مستوى الخدمه المتوسطه، متواصل وطبعا اي واحد لازم بده ينقل من ينتقل من متوسطه لممتاز. وان شاء الله نكون فدناكم، لسه ما خلصنا باقي سؤال واحد، بس ان شاء الله نكون لهلا سو فار فدناكم بالويبينار هذا. وان جي مثل ما حكينا، مثل ما حكينا من قبل، انه هي متخصصه ومستشاريه في 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 خدمات المطاعم وتحسين اداء المطاعم من كل نواحيها بما فيها الكاستمر سيرفيس او خدمه العملاء. فاللي حابب يتواصل معها بشكل خاص على الموضوع هذا كاستشاري، طبعا هي متوفره، ونحن شركه تكنولوجي لقطاع مطاعم بفودكس، فاللي حابب كمان يطبق التكنولوجيا هذا تساعده ليوصل العملاء اكثر وبالطريقه الصح، أكيد. طبعا نحن جاهزين للجميع. فآخر سؤال عندي، واجين هلا آخر سؤال بالنسبة لنا نحن، واللي حابين يشاركوا واللي حابين يبدوا رأيهم، اللي عندهم أي أسئلة أي استفسارات ارفعوا إيديكم أو اكتبوا تعليق. now is the time. هلا سؤال هذا رمضاني شوي، فلأنه هلا نحن بالشهر الفضيل ورمضان مبارك للجميع، وحقول عيد مبارك للجميع كمان لأنه هذا آخر ويبينار بالنسبة لنا قبل العيد. رمضان وعيد مبارك للجميع. علينا هلا عليك يا بالنسبة رب. الله يسلمك، فبالنسبة لرمضان هلا طبعا في بيمثل تحديات عفوا فريدة شوي من نوعها، يعني الأوقات العمل مختلفة، المنيو مختلفة، الناس كلها بتتجمع بوقت واحد وقت الفطور، ولازم الأكل يكون جاهز بلحظتها. طبعا في مطاعم بفضلوا يساووا سيت منيو، في مطاعم بفضلوا يساووا بوفيه، يعني كل مطعم له طريقته الخاصة. فشو هي التحديات اليونيك غير يعني مثل حكيت انا وشغلات ثانيه اللي بيمثلها شهر الفضيل، وكيف ممكن نتغلب على هذه التحديات للحفاظ على خدمه عملاء ممتاز عملاء ممتازه؟ نكون عندنا الموظفين متعودين على رتم معين طول السنه، وبعدين بيجي شهر بيقلب كل شيء فوق باظ تحت الدنيا عليهم، ده وممكن حقيقي. يتلبكوا الناس ما يعرفوا كيف يتعاملوا مع هيك شيء. فشو الاعتبارات الخاصه للشهر الفضيل اللي ممكن الواحد لازم يعمل لها اعتبار؟ يعني طبعا انت تفضلت وقلت كل الحاجات الاساسيه، يعني انه رمضان هو على قد ما هو شهر بيبقى بالنسبه للمطاعم كتير سيزن عالي قوي في المبيعات، بس هو ممكن يبوظ لي اللي انا عملته في السنه كلها، لان انا لو جيت في رمضان عندك ومعظم الناس ما بتبقاش يعني متفهمه، يعني انا جعان انا عايز افطر فانا عايز اكسبيرينس كويس، فكل الناس بتاكل في وقت واحد، كل الاكشن كله بيحصل في وقت واحد، فطبعا ممكن معرض ان يحصل لخبطه، ممكن يحصل حاجات تاخير والكلام ده كله، فالجسم ما بيبقى يعني على شعره كده زي ما بنقول. فتاني نرجع للتريننج برضو، انه لازم من قبل رمضان بمده، لان ساعات برضو الناس بتنسى ان رمضان قرب او كده، او تبقى معتمده على تريننج الستاف واخدينه اوريدي بتاعهم،
فلازم يكون في تريننج على الضغط اللي هيحصل، على المشكلة اللي في الوقت، وازاي نتعامل مع ان الاوردر بتاع الترابيزه دي اتاخر مع انه جه قبل التاني، والمشاكل اللي ساعات بتبقى الترابيزات بتتخانقوا مع بعض اصلا يعني. ف التريننج اهم حاجه، انه نبقى محضرين الستاف زي ما انت قلت كده، انه محضرينه نفسيا قبل اي حاجه، لانه حاجه من الحاجات برضو التانيه انه الستاف بقى دول معظمهم صايمين، يعني لو هم مسلمين اصلا فهم كلهم صايمين او معظمهم صايمين، فهم كمان بني ادمين تحت بريشر وصايمين وتعبانين، فبيبقى ممكن ان هو ما يطلعش احسن ما عنده في الصيام، ممكن ان هو يتعب فيوقع الستيشن بتاعته. فلو انا ما عنديش بلان A وبلان B كمان، انه مثلا لو في حد ما جاش او حد اعتذر او ايا كان او حد تعب، فلا انا عندي باك اب بتاعه من اول المدير لغايه الشيف جوه، كل الناس دي احنا هنفطر الناس دي وهنبسطهم regardless of اي حاجه تانية. الناس دي طبعا زي ما احنا عارفين هم بيفطروا بعدينا بكتير اصلا، يعني بعد ما الناس كلها بتفطر يعني، يا دوب بس لو كسر صيامه بميه ولا بتمره ولا حاجه يبقى كتر خير الدنيا، في منهم بيتاخروا شويه. فلو انا كصاحب مطعم مش مأهلهم، بالذات مثلا لو انا اول مره اشتغل في مطعم في رمضان، انا كويتر اول مره، اول رمضان يعدي عليا، فده طبعا لازم اركز معاه جدا انه ما يوقعليش الستيشن بتاعته، ما يوقعليش الاكسبيرينس كلها، ولازم يبقى عنده بدايل. لو انا مثلا لو حاجه حصلت، طب انا هنزل له مثلا كومبلمنتري سالد لغايه ما الاكل بتاعه يخلص، هنزل له مشروب رمضان لغايه ما يحصل، لغايه ما اجيب له الاكل بتاعه. والمشكله مثلا انه لو العطله جايه في المطبخ او العطله من المطبخ، يعني اللي هياخد الكلام كله الويتر اللي واقف بره، حرام، هو ده اللي هيبقى يعني ده الفان فيسنج. فهو كمان لازم يبقى مستعد هيتعامل مع الكامبين ازاي، زي ما اتكلمنا بقى انه بهدوء، وان هو ما ياخدش الموضوع بيرسونال خالص، هو مش بيتخانق معاك انت كويتر، هو بيتخانق عشان الاكسبيرينس بتاعته مش مظبوط. فهي بترجع لانه لازم بس نبقى مستعدين وكده يعني، فاهم يعني، واخدين كده القرار انه رمضان صعب على الجميع يعني. في السحور طبعا الموضوع اسهل بكتير يعني، بس في الفطار طبعا هو ده اللي بيبقى صعب شويه، بالذات لو انا كمطعم مغير المنيو بتاعي، او ان انا زي ما انت قلت كده في ناس بتقلب بتعمل الاوبن بوفيه، في ناس بتحط سات منيو، فلو ده مش العادي بتاعي لازم ابقى واخد تريننج يعني معتبر من قبلها بفتره، سواء المطبخ او الستاف اللي في الصاله، كل دول لازم يبقوا فاهمين انه احنا غيرنا كل اللي احنا شغالين عليه بقى لنا السنه اللي فاتت كلها، بنشتغل بنظام تاني. فكل ده اللي هيخلي يعني، لو انا الاكسبيرينس بتاعتي في رمضان في المطعم بتاعك كان مظبوط، انا هطلع من المطعم هقول للناس كلها انه الفطار هناك الاكسبيرينس كانت حلوه، لان الناس برضو بتدور على الاكسبيرينس الحلوه في رمضان، عشان مش يعني لو مطعم سمعته ان الحاجه بتتاخر وان الناس بتشتكي خلاص ما حدش هيروح، واحنا ما فيش اسهل من وورد اوف ماوث، ودلوقتي بقت وورد اوف انستغرام يعني، خلاص كله بقى عارف انه سهل قوي الكومنت والسوشيال ميديا، وهنحط بوست ونبوظ كل حاجه. فالاكسبيرينس بتاعت رمضان لو انا مش مستعد لها، حتى دي انا كنت قلتها للكلاينتس قبل كده، لو انت مش مستعد لرمضان ما تغيرش منيو، هو المنيو بتاعك زي ما هو، انت هتعمل المنيو بس في الوقت الفطار، ممكن تزود مشروب رمضان، تزود تمره بس، لكن لو انت مش قدها don't do it يعني. تمام طبعا، يعطي العافية، الله يعطي طولت العافية. الكلام شوية على الموضوع ده. لا لا تمام، مش إلك بس، عم بدي أقول إنه الله يعطي العافية جميع اللي شغالين بقطاع المطاعم، إن كانوا مدراء أو أصحاب مطاعم أو إن كانوا الستاف اللي شغالين على الأرض، خصوصا في رمضان مثل ما تفضلتي وقت الفطور، هم كمان صايمين بيكونوا معانا، ونحن بنجي بناكل هم بيفطروا على تمرة وبيمشوا الشغل يعني. فالله يجزيهم الخير ويعطيهم العافية جميعا. آخر بس خلاص، آخر سؤال، أنا قلت آخر سؤال الماضي بس هلأ فضل لا براحتك، وبعدين ننهي. في مثال ممكن تعطينا إياه لمطعم أو سلسلة مطاعم حضرتك تعاملتي معهم، طبعا بدون الاسم، ما شرط ذكر أسماء يعني، okay. بس أنه أجوك بمشكلة معينة بسياق الحديث اللي حكينا فيه اليوم نحن، وباختصار كيف تعاملتي مع الموضوع وكيف جاب نتائج، يعني كيف قدرتوا تعملوا أنتوا ميجرينج، قياس للنتائج اللي طلعت، وشفتوا أنه فعلا صار في تطور ملحوظ بين قبل وبعد ما حضرتك عطيتهم what they need to do to improve يعني عشان يحسنوا أدائهم. يعني هو الحمد لله ده حصل كتير مع أكتر من كلاينت، يعني إن إحنا بنعمل أساساً بالذات بعد الكورونا، كان في مطاعم كتير قوي يعني، في مطاعم قفلت كتير، بس يعني اللي حاول إن هو يسرفايف منهم
كان عنده تشالنجز رهيبه كلنا طبعا عارفينها، انه المبيعات بتاعته قلت. في ناس احنا في مصر مثلا احنا كنا قافلين ثلاث شهور، بس احنا مصر ما كانتش كورونا قوي يعني زي ما انتم عارفين، بس يعني احنا كان في مطاعم قفلت 3 شهور مبدئيا، في ستاف كتير جدا جدا قعدوا في البيت للاسف. فكانت التحديات بقى ان انت تقوم تاني من بعد الكورونا اخذت اتليست سنه او سنتين، وفي مطاعم لسه بتعاني منها لغايه النهارده. فده الوقت ده احنا كان في اكتر من كلاينت ساعدناهم ان هم بنعمل زي ما قلت لك ان احنا بنعمل اسسمنت، لان احنا جايين من بره بنشوف اللي بنشوف ايه المشكله اللي عنده، واحنا عارفين انه موست بروبلي الكورونا الاثر بتاعها على الكل كان واحد، يعني قله المبيعات والستاف اللي اوفس كتير، السبلايز كان في حاجات كتير اكتر مش موجوده، الانجريدينتس اللي الناس كانت بتعمل بيها في المطاعم ما كانتش موجوده. فبنعمل عملنا الاسسمنت وبنعمل الاكشن بلان، والحمد لله بنسبه كبيره جدا انه الدنيا ابتدت تقوم تاني معاهم، مبيعاتهم ابتدت تزيد، ابتدوا التريننج طبعا ركزنا عليه شويه اكتر، يعني ان احنا ادينا تريننج لحاجات ليها علاقه بقى بالكورونا طبعا، اتليست السنتين اللي فاتوا دول، انه كل الحاجات الوقائيه وكل الحاجات الهايجين زياده. في ناس ركزوا انه المطبخ بتاعهم عملنا لهم التريننج بتاع الهسب عليه عشان يقدروا يطلعوا انضف حاجه، ويبقى الكاستمر اللي قاعد بره مطمن انه الحاجه بكواليتي معين. الماركتنج حتى اشتغلنا معاهم على الماركتنج طبعا، لانه ناس كتير صرفت كتير قوي على الماركتنج عشان ترجع الكاستمرز تاني يجوا عندها. كان في تخوف شويه يمكن ما اعرفش بلاد تانيه ولا لا، بس كانت في مصر الدليفري، انه اتليست انا في المطعم فانا شايف الدنيا عامله ازاي، شايف ممكن شكل الحاجه وهي نازله لي قبل ما اكلها، لكن الدليفري انا مش عارفه اتعملت فين، او مش عارف المطبخ ده عامل ازاي لو براند حاجه مثلا مش من الحاجات المعروفه قوي يعني. فكل الحاجات دي التخوفات دي بترفلكت انه مبيعاتك بتقل. فالحمد لله لما اشتغلنا مع الكلاينتس قدرنا ان احنا في منهم اخذوا عملنا لهم السيرتيفيكت بتاعت ال 22000، فقدروا ان هم يوصلوا لليفل معين من الجوده، ومبيعاتهم طبعا بترفلكت طبعا بعديها على طول يعني. فالحمد لله نقدر نعمل كده. الحمد لله الحمد لله. طيب شكرا كثير انجي، يعطيك العافيه على الويبينار البثري جدا فعلا، وان شاء الله في ويبينارات قادمه كثير ان شاء الله. نحن كل اسبوعين او 3 اسابيع تقريبا بنساوي حسب الظروف والاوضاع، فان شاء الله بنستضيفك بنكسبك مره ثانيه بموضوع ثاني ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكر الحضور جميعا لوجودكم معنا.